يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلام سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمناكم تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. واليوم اختي قصة جديدة، قصة من داك النوع اللي كيعجبكم. نار يا اختي شعلة، نار 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 نار. المهم البنات، قبل ما ندخل لكم مباشرة في القصة، بغيت غير نقول لكم الله يعطيكم الخير. انتوما الى تلقيتوا بحال هاد الضربة في حياتكم، اشنو ممكن ديروا؟ واش عندكم لا بوسيبيليتي باش ديروا كيف ما دارت هاد السيدة، ولا غادي تكونوا ما قادرين ديروا والو وتسلموا وتقولوا هادشي اللي عطى الله وتجلسوا تبكي وتدمعوا؟ المهم البنات، غادي نخليكم مع الحكايه، سمعوا ليها وجاوبوني الله يعطيكم الخير. بغيت نعرف الشخصيات اللي عندي في هاد القناه كي دايره، واش مجبدات ومقرصات ولا غير دريويشات بحالي. المهم البنات، ما غاديش نطول عليكم، جيمو كومونتير بحال هذا، ويلا ندخلوا في التفاصيل ديال القصه اللي مولاتها كتقول: انا غزلان وفي العمر ديالي 38 عام، واليوم بغيت نعاود لكم القصه ديالي وبغيت نخليها لكم عبره. انا تزاديت وتربيت وسط عائله على قد الحال، وكيف ما كيقولوا اغلب البنات ما عندناش وما خصناش. الاب ديالي كان خدام على قد الحال، وخاص صراحه كان موظف مع الدوله، ولكن خلصته كانت قليله بزاف وما كانتش كتكفينا حتى في الكرا. الام ديالي ربات بيت، وكان الوالد تزوج بها وجابها بقلب العربيه، وكان لقي معاها مشكل كبير حيت انا هي الكبيره ديالهم. ام اللي وعيت وليت كنعرف، وانا كنسمع الاب ديالي كيعاير امي وكيقول ليها كان عليا نتزوج بوحده قاريه وواعيه بحالي باش تقدر تسير معايا المسؤوليه ديال الدار. امي مسكينه كانت شويه مكرلخه، ماشي كنعاير امي انت، لا، هادشي كنقولو على فم الوالد حيت هو دائما كان كينعت امي بالمكرلخه. الاب ديالي راجل طيب ومزيان، ولكن هو امي ما كانوش كيتفاهموا نهائيا، والسبب او المشكل ماشي فيه هو ولا فيها هي، المشكل في الوالدين ديالو اللي كانوا حاضرين على امي مسكينه وكانوا كيمشيوها بالقلم والمسطره. ما تقدرش مسكينه دير شي حاجه غير هكذاك من ديتها راسها، كتلقى انتقادات وكيتنمروا عليها بزاف، وكانوا مسمين عليها غير بنت السارح حيت جدي مسكين الله يرحمه ويوسع عليه كان في العربيه وفلاح، وراكم عارفين الناس ديال العربيه، وخصوصا الناس اللي كيكونوا مساكن كيخدموا غير الفلاحه مع الناس، ما كيكونش الارض ديالهم وما كيكونش عندهم الغله. المهم امي مسكينه كانت دريويشه حتى للطرف، وحتى هي كانت كتسقل راسها، واخا كانوا كيهضروا معاها ويغوتوا عليها ويتنمروا عليها ما كانتش كتديها فيهم. نقدروا نقولوا كانت كدير داكشي اللي قال ليها راسها، ما عرفتش واش هي كانت ذكيه وكتصرف بالذكاء ولا داكشي اللي عطاها الله، الله اعلم. المهم انا ملي وعيت في الدنيا لقيت امي دايره بحال هكذاك، ومازال لحد الان دايره بحال هكذاك. المهم حنا خمسه بينا، جوج ديال البنات وثلاثه ديال الذكوره، انا هي الكبيره كيف ما قلت لكم. حتى انا قريت اللي قسم الله، ولكن ما كملتش القرايه ديالي، والسبب الوالد قال لي: لالا دوز جلسي، عاوني امك في الشقه ديال الدار، ما عندك ما ديري بالمدرسه. مع ان الوالد كيف ما قلت لكم موظف، كان كيقول لي: شنو غادي تقراي؟ غادي نخسر عليك الزبابل ديال الفلوس، ومن بعد تمشي تشدي واحد الوظيفه عموميه ما يعطيوكش 4 دريال، وما غاديش تجي تعطيها ليا، تمشي تعطيها لراجلك، اللهم دوزي تجلسي تستنفع منك شويه، وعلى الاقل قابلي مع امك خوتك. امي مسكينه كانت ديك الساعه كتولد شي مورشي، حنا كنا انا واختي كبارين وكنا محقورين الصراحه، حتى اختي خرجوا من المدرسه، بيني وبين اختي غير عام واحد. امي مسكينه بدات كتفرغ واحد مور واحد. المهم هاد اختي هادي كان زهرها كتر من زهري، حتى هي والو مسكينه، نقدروا نقولوا خرجت حتى هي بحالي، وحتى هي كتسكت على حقها. انا ماشي كنسكت على حقي، وانما ما كنلقاش الحق اللي غادي نهضر عليه اصلا، حيت ما كيتعطى لياش الحق، وما عنديش اصلا حق نهضر. كولي وشربي ولبسي ونعسي وخدمي الشغل، ما عندكش حق في شي حاجه اخرى. عاد تقولوا لي لقيتي الماكله والشراب والنعاس، شنو بغيتي؟ بغيت اختي الحنان، بغيت اختي الاهتمام، بغيت لي يديها فيا ويقول لي: مالكي هاد النهار صبحتي طالع لك الزعاف، مالكي واش معي عيانه؟ انا كنت كنمرض والله العظيم، ومبقى تما شهر نموت، ما كاينش اللي يسول فيا ولا يقول لي انا غادي تمشي للطبيب ولا واش نشريو لك الدواء واش خصها تكادي، والو لا
الام ديالي ملي كنصبح مريضه وطايحه في الفراش مثلا غير في العاده الشهريه كانت كتجيني بالوجع، امي النهار كامل كتبقى منفخه عليا، علاش؟ حيت انا صبحت مريضه وما قادرش نوض نتعاون معاها في الشغل. المهم هكذا حياتي كانت، ما غاديش تبدا الحكايه ديالي حتى درت في العمر ديالي 20 عام. فهاد الوقيته ولاو كيشوفوا فيا الخطه، مع انني كنت زوينه وطويله وبيضه ما خصني حتى شي خير، المهم جمالي الحمد لله على قد حالي، ولكن كنت عاطيه العين كيف ما كيقولوا. ما عمر شي واحد خطبني حتى درت 20 عام في عمري، هو يجي واحد السيد. هاد السيد صراحه ما كيعرفني ما كنعرفو، وكانوا كيعرفوا غير واحد خالتي، هاد خالتي كتعرف امو، كانوا كيهضروا هي وياها في واحد المجمع تجبدوا الهضره على الزواج. قالت ليها ودي انا ولدي باغي يتزوج، ولكن قال لي انت امو اللي اختاري لي البنت. قالت ليها عاد راني كنشوف ما بانت لي حتى شي وحده زعما اللي نقدر نحط عليها يدي، وراكي عارفه الزواج والمسؤوليه. قالت ليها الدري كان تزوج عن حب 10 سنين هو مع البنت، ايوا غير تزوجوا ما كملوش حتى العام وطلقوا. قالت لي داكشي علاش الدري تعقد ليا، وقال لي ماما انا بغيت نتزوج زعما على شي وحده تكون على يدك انت هي. ايوا هي هذيك لما كتعاود لينا خالتي، قالت لها ودي راه كاينه واحد بنت اختي ونعمه التربيه ونعمه الاخلاق، وغير جالسه في الدار كتخدم شغلها ما كتخرج ما كتدرش زعما ترونكيل بزاف. واحد النهار عيطت خالتي لماما قالت ليها انا غادي نجي نتقهوى عندك غدا ان شاء الله في العشيه، وراه غتجي معايا واحد السيده. ما قالت ليناش الصراحه ديك السيده شكون هي ولا علاش غادي تجي، حيت خافت لا ما نعجبهاش ولا شي حاجه وتحرجنا. المهم ما قالت لينا والو خالتي، قالت لها الوالده مرحبا بك. من بعد قالت لينا خالتي راه هي اللي قالت ليها ما تقولي والو، واش انا غادي نشري الحوت في البحر نشوف بعدا البنت ويكون خير. فعلا جاو عندنا درنا لهم القهوه حطينا لهم اللي كتب الله. المهم جلسنا كنتعاودو، انا الصراحه شكيت فشي حاجه ماشي هي هذيك، حيت ملي دخلت عليهم والسيده كتشوف فيا وكتقولي هذه هي بنت اختك تبارك الله عليها غزاله، انا جاني واحد الاحساس ان داك المجي هذيك ماشي زعما غير مجي عاديه، راه موراها شي حاجه ما ديت ما جبت. المهم بقينا تقريبا 5 ايام وهي تايت خالتي الام ديالي قالت ليها فلانه راه السيده اللي كانت جات معايا داك النهار راه غادي تجي تخطب من عندكم البنت لولدها. قالت لها كيفاش؟ قالت لها كيفاش كيفاش؟ قالت لها واش تاجت وشافتها عجبتها ولا كيفاش؟ قالت ليها لا راه فاش جات جات باش تشوفها، راه ما بغيت نقول لكم والو حيت السيده قالت لك ودي تتشوف البنت عجبتها هي هذيك ما عجبتهاش ما شتيني ما شتكش ما شتك. قالت لها الوالده مرحبا ماشي مشكل. فاش قالتها لي الوالده انا ما بغيتش، قلت لها علاش زعما كيديروا هاد الخصايل؟ تقول لك جايه نشوفك عجبتيني ما عجبتينيش الله يعاون الله يعاونك. قلت لها وفين عرفتني انايا عجبتني؟ قلت لها واخا انا عجبتها انا ما عجبتنيش داك السيده. فعلا ما عجبتنيش وما حملتهاش، سبحان الله العظيم احساسي كان كيقول لي ان داك السيده ما مزياناش. ايوا هي هذيك بقاو مصرين عليا تزوجي ما تزوجي تزوجي ما تزوجي. قلت لهم انا ما نتزوجش دابا بلاتي عليا، اصلا انا ما عندي ما ندير شي زواج بحال هذا، بنادم جاي عندنا واكل خبزنا وباغا تشوفني على اساس الزواج ومن بعد عاد تقول الراي ديالها مالي نقطع لي يد ولا رجل باش تجي تشوفني. قلت لها الوالده راه من حقها تشوفك. قلت لها اه من حقها تشوفني وحتى انا من حقي نشوف ولدها، لهاد ولدها اللي جايه انا تخطبني ليه فين كنعرفو انايا؟ صافي انا عجبتها هي خصني نعجب ولدها، يقدر ولدها نعجبو هي ما نعجبهاش. المهم بقاو كيقنعوا فيا حتى تقنعت وليت قلت لها صافي خليها تجي. جات السيده هاد المره ما جاتش بوحديتها، جات هي واحد جوج بناتها. ايوا واش غادي نقول لكم ملي جاوا هما كيتلوزوا عليا واحد الخنزات حاشاكم ما نقولكمش عليهم، بحال الهريبات الشعر مصبوب بالصفر اما الضفر بالاحمر، هما دايرين بحال التعريجات ما تعرفيهم واش بنات ولا شيخات. المهم اللي جاو كيف ما قلت لكم هما كيتغامزوا كيمضغوا المسكه بحال خارجين من البار. انا عيطت لامي قلت لها امي انا هادو ما عجبونيش. داك النهار جات امهم وجايه كتختل غير باش تشوفني، وملي عجبتها جابها لي جوج ديال معرتهم منين. قلت لها فين هو هذا الراجل؟ واش ما منحقيش انا نشوف ونقول الراي ديالي فيه؟ قالت لي امي شوف ابنتي حنا ما درنا حتى شي حاجه، هما راهم كيشوفوا خليهم يشوفوا وشوف ما يبرد الجوف وفاش غادي نوقفوا على الصح حنا حتى حنا غادي نهضروا. ايوا صبرتني الوالده وهضرت معايا حتى خالتي قالت لي شوفي هاد المراه انا كنعرفها. قالت لي انا غادي نجيك لا الصراحه بنت اختي باش غدا بعد غدا ما تقوليش وكلت الله على ديك خالتي هي اللي قدمتني في هاد الزويجه هادي. قلت لها شوفي خالتي جيني مال الاخر وقولي لي اشنو كاين شنو كتعرفي على هاد الناس. قالت لي هاد المراه كنعرفها من شحال هادي
تقريبا شي 10 سنين هادي باش كنعرفها. قالت لي هي امراه مزيانه وحقانيه، ولكن قلت لها شنو ولكن؟ قلت لي خايبه شويه. قلت لها كيفاش امراه مزيانه وحقانيه وخايبه شويه؟ قلت لي هذا التناقض دخلتي في الهضره. قالت لي لا، غير هي كتبغي تسيطر. قلت لها اها وشنو اخر؟ قالت لي صافي، هي كتبغي تمشي بنادم على كيفها، طلعي طلعي هبطي هبطي خرجي خرجي نزلي نزلي، المهم هكا دايره، خصك تمشي على الطوع ديالها تعيشي معها بخير، تزكزاكي معها هكا ولا هكا راه ما كيعجبهاش الحال. قلت لها ايوا. قالت لي هادشي اللي كاين. قلت لها وهاد الهريبات اللي جابت معها؟ قالت لي شوفي راه هادو فيهم الضو. قلت لي هادو هما اللي غادي تلقاي معاهم الخير. قلت لها لا يا خالتي، ما بين ليا فيهم خير وبين من الوجوه ديالهم ما كيبشرش بالخير. قالت لي شوفي راه هادو تلقاي معاهم الخير، رانا خايفه من عليك من حاجه اخرى. قلت لها شكون هي؟ شنو هي هاد الحاجه؟ قالت لي مرت خوهم، عندهم واحد مرت خوهم السم تحت التبن. قالت لي انا كنت كنمشي عندهم، وقالت لي كنت كنلقاها كتحرش السيده عليا انايا، حيت شافتها صاحبتي عزيزه عليا كانت غادي تخرب العلاقه ديالنا. قالت لي كانت كتشكم ليها، فاش كتلقى الفرصه كتشكم حتى ليا. قالت لي ولكن انا دغيا عقت بها، غير انت حدي راسك منها. وقلت لها والعلاقه ديالها مع هاد السيده كي دايره؟ قالت لي ما كيتفاهموش مع بعضياتهم، وراه شدني شد لي نقطع لك. قلت لها واش كتعيش معاها في نفس الدار؟ قالت لي ما كتعيش معاها في نفس الدار، ولكن راه الصهد ديالهم كيوصل، وراه ديما هي ومرت ولدها في المشاكل. ايوا. قلت لها خالتي الحبيبه، ومنين تسلطتي على هاد الناس هادو وجايبه باغا تسلطيهم عليا انايا؟ قالت لي ياك انا بغيت ندير فيك غير الخير، واش تكبرتي في دار باك زعما بغيت نزوجك؟ قلت لها خالتي ماني شتيني كنطفر الشيب؟ انا عندي 20 وعندك ياك البنت عندها 18، سيري عطيهم بنتك. قالت لي لا بنت اختي، انا بنتي عاد كتقرا وان شاء الله بنتي تقرا وتوظف وراه غادي تزوج بالراجل اللي تبغيه هي. قلت لها انا خالتي تزحيني لهادو يمرمدو فيا رجليهم. قالت لي حاشا بنت اختي، حتى انا ما بغيتيش حتى شي واحد من دار في عنقك السيف، سيري قول لهم ما بغيتش نتزوج دابا واللي نقصروه نطولوه. قلت لي واخا خالتي ما قلتي عيب. خرجت عندهم بكل ادب واحترام، قلت لها خالتي. قالت لي نعم بنتي. قلت لها تشرفت بالمعرفه ديالكم، وصراحه نتوما ناس مزيانين والله يعمرها هدر، ولكن قالت لي شنو ولكن؟ قلت لها خالتي هاد الزوج انا ما عندي ما ندير به. قالت لي علاش؟ ياك عاد كنا صحه سلام. قلت لها خالتي كلشي بالمكاتب، وانا اعتبروني انني انا صافي فكرت مزيان وتشاورت مع راسي صافي، وبدالي من هاد الزوج ما بغيتوش. وتا دابا داكشي اللي جبتو في يديكم راه باقي في الميكات ديالو، حيت كانوا دخلوا الحليب والتمر شي تخربيقات، ما الصراحه ما قصنا حتى شي حاجه. داكشي هذاك قلت الام ديالي خليه هنايا، الله ربما ما يكملش هاد الشيء ديو معاهم رزقهم، ما عندهم لاش يحسبوا عليا الخوى الخاوي. ايوا. قالت لي بنتي هذه ماشي الهضره ديالك، وقيلا شي واحد حرشك. قلت لها ما كاين خالتي اللي حرشني. قلت لها الا شكيتي بخالتي تكون حرشني، راه هي اللي جابتكم، كانت تحرشني اصلا في الاول ما تجيبكمش، وانا ما كنعرفكم ما كتعرفوني. ودابا خالتي سمحي لي انا هاد الزواج ما قديتش عليه. قالت لي غير قولي لي علاش وشنو كاين. قلت لها ما كاين والو، غير اعتبريني انني انا ما بغيتش هاد الزواج، ما كانش في المكتب. ايوا. الناس بقاو كيشوفوا شي فشي. بناتها قالوا ليها ايوا ماما ماشي مشكل، راه هي مسكينه ما عليها والو، راه ربما لي ستريس الضغط ربما عندها شي علاقه مع شي حد معده بالزواج. قلت لها شوفي اختي انا ما عندي لا علاقه لا مع واحد ولا مع جوج، وما مستريسه ما حتى شي حاجه، اصلا ما درنا حتى شي حاجه باش تخليني نستريسه انايا. قلت لها عادي ما بغيتش تزوج صافي. قالت لي صافي اختي، حتى واحد ما غادي يدير عليك السيف، خدي راحتك، ما بغيتيش الزواج حتى واحد ما غادي يرجعك تزوجي بالسيف عليك. ايوا هي هذيك ناضوا هزوا قلعهم ومشاو بحالاتهم، حمد الله وشكرته. ولكن المكتوبة على العين لازم تشوفها العين. بقينا تقريبا شي شهرين، حتى لواحد النهار على ما كيعاودوا ليا ان السيد جا فضول يعرف هاد السيدة هادي اللي مشات تخطب ليه مو، وفي الاول قالت ليهم اه، وفي الاخر قالت ليهم لا، هو باقي ما كيعرفنيش. ايوا السيد جا للحومة ديالنا بقى كيسول عليا، صافي تعرفني انا كنت مرة كنخرج، ولا خرجت كنمشي مع الوالدة، لا مشينا للحمام الا مشينا مثلا ناخذ شي حاجه من السوق، ما عنديش مع داك الدخول والخروج،
اولا وليد ديالي كان منع علينا الخروج لا انا ولا الاخت ديالي، حيت اختي في ديك الوقيته كانت جالسه غير في الدار، غير هي كانت مخطوبه لواحد السيد، وهذا السيد كانت كتعرفو، كانت عندها مع علاقه في التليفون، وكان جا وخطبها من عند الوالدين ديالي بطبيعه الحال عطاوها له، غير كانت كتساينو يقاد شي مسائل ديالو. صافي انا كيف ما قلت لكم ما بغيتش، ما كناش كنخرجوا، داك اختي كان مانع عليها داك الخطيب ديالها ما تخرجش نهائيا بلا بيه، وفاش كيبغي يخرجها هو اللي كيجي كيخرجني معاهم انا، ولا كتخرج معاهم الوالده كيخرجها كيساريها ولا كيكسيها وترجع بحالتها، اما بلا بيه ممنوع ليها تخرج ولا تعتب بالدار، خصوصا انه ما كانش في نفس المدينه ديالنا. المهم واحد النهار خرجت انا والوالده، السيد بدا تابعني انا ما رديتلوش البال، ولكن الوالده ديالي ردات له البال، قالت لي واش ما رديتيش البال واحد خينا راه مقبله هو تابعنا، قلت لها زيدي امي تانتي كتديها في البشر. بيني وبينكم ما كانتش كتسوق للرجال، كيعياو ينقوا عليا يهضروا معايا، ما كنداش فيهم كيف ما قلت لكم، جمالي على قد حالي، ولكن الحمد لله كيف ما كيقولوا مسرهره وعاطيه العين. ايوا السيد غادي تابعنا ما هضر معايا ما تكلم معايا، امي كتنغزني كتشوفي كتقول لي شوفي شوفي راه كنقول لها سيدي امي ها ويلي شوهتينا، واش انا بنتك ولا انا هي امك، زيدي قدامي وبركه راه غادي تشوهينا قدام السيد، خليه يتبع مالو براسو. ايوا هي هذيك حنا غاديين هو مورانا، المهم تقدينا داكشي اللي خاصنا، كنا دزنا الاسواق السالم خدينا شي حوايج كانوا خاصيننا للدار، صافي رجعنا بحالاتنا. السيد نسيتو من بالي، ما بقيتش دايقه فيه نهائيا، حتى لواحد النهار بغيت نمشي للحمام كنت قلت للوالده يلاه تمشي معايا، قالت لي انا راني عيانه خوك عندي عيان، كان خويا عليه السخانه كينبت الدروس، قالت لي انا ما عندي ما ندير في الحمام سيري الا بغيتي تمشي. نيت الحمام كان عندنا غير في الحومه ديالنا يعني ماشي بعيد، ايوا قلت لها صافي انا غادي نمشي للحمام، قالت لي سيري ما تعطليش. صراحه الوالد ما كانش كيزول لي الحمام حيت اصلا الحمام كان قريب علينا، وانا كنت ترانكيل يعني ترونكيل، الوالد ديالي ماشي من داك النوع اللي غادي يحضيني ولا يراقبني، صافي هضر معايا هضره وحده، قال لي جلسي في داركم دخلي سوق راسك صافي ما نزيدش معاه الهضره. الوالد كان ظريف فوق القياس، ولكن كان واحد الانسان اللي عنده نيشان جدي لواحد الدرجه كتخلع. ايوا هي هذيك مشيت للحمام عادي دوشت ساليت الحمد لله كلشي بخير وعلى خير، خرجت انا لقى السيد واقف في الدريبه ديالنا، في الاول بحال ما تيقتش عينيا، قلت هاد خينا شنو كيدير هنا، وهذا هو اللي كان تابعني انا وامي البارح. المهم بقيت كنشوف ما ديتهاش فيه، زدت مع الطريق وانا كنفكر شنو كيدير، شويه هو جا تابعني قال لي اختي ممكن نهضر معك واحد الدقيقه، قلت ليه واش معايا انا، قال لي اه معاك انتي، قلت ليه خويا واش ما في خبركش انا راه في الدريبه ديالنا، تخيل دابا الوالد جا وقف عليك ولقاك كتهضر معايا، كيفاش غادي يكون الموقف ديالي مع الوالد، قولو انت ما كيعرفكش. الناس قلت لي كتحكم على المظاهر، دابا شافوك الناس كتهضر معايا وصلوها الوالد ديالي، في نظرك كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديالو، قلت لي عافاك الله يجازيك بخير، بعد ما هاد الحومه ما تبقاش تجي توقف هنايا. قال لي اختي راه بغيت غير نهضر معاك مالك كعراره، قلت لي شوف اخويا الهضره ما كتكونش في الزنقه، قلت لك انا حسب لك ما عرفتكش رغم الباح انت تابع فيا انا والوالده ديالي، قلت ليه وميكت وقلت ماشي مشكل، ولكن دابا تجرأت جيت هاد الحومه ديالنا تبقى تابعني راه حشومه وعيب وعار، قلت لي ما عندكش خواتاتك تخاف عليهم، قال لي اختي تتعرفي بعدا انا شنو باغي عاد حكمي عليا، قلت لي واحد كيوقف وحده في الشارع وكيهضر معاها وكيقول ليها دقيقه راه باينه، قال لي شوف انا باغي المعقول، قلت لي خويا الا كيبغي المعقول كيجي للدار كيدق في باب الدار كيهضر مع الكبار ما كيوقفش المراه في الزنقه يبقى يهضر معاها، وجيت غادي بحالاتي. قال لي وا نتوما الناس اللي كيبغيو المعقول ما كتبغيوهمش، درتو شتي، قلت لي شكون اللي قالك حنا ما كنبغوش المعقول، قال لي اختي راه جات عندك الوالده خواتاتي وراكي رديتيهم، قلت لي كيفاش شنو كتقصد، قال لي السيده اللي جات عندك المره الاولى والجوجه المره الاولى، قلتي اه وفي الاخر رفضتي، حنا قصدنا الباب ولكن انت ما بغيتيش الانسان يقصد الباب بغيتي يولي يتبعكم في الزنقه، قلت لي بزاف عليك جمع راسك شكون كاع انت اللي تقول لي بحال هاد الهضره. المهم زدت كملت على طريقي، مشيت انا يا الصراحه ساخطه، قلت هاد بنادم هذا واش حماق ولا مسطي، وصلت للدار قلت لها الوالد قلت لها جيت تشوفي السيد اللي كان تابعنا الباب شكون هو، قالت لي شكون،
لها شنو ها شنو ها شنو، عرفت لها كل شيء بالتفاصيل. قالت لي مسخوط الوالدين ما طاش ساهل. قلت لها وي وراها شنو، قال لي حشى فيه واحد الهضره قد قد الجبل. قالت لي ما تديش عليه دب راسو راه تلقاه غير بقات فيه فقصه حيت رفضتيه. قلت لها انا فين عرفتو اصلا باش رفضو ولا ما رفضوش؟ انا اصلا ما بغيتش داك الزواج من الجدر، يعني انا ماشي عرفتو عيبتو هو. قلت له بيني وبينك الوالده زعما راه تبارك الله عليك وكوز. قالت لي انت بنتي اللي ما بغيتيش الزواج. قلت لها انت الوالده حتى هذيك عجوزه اللي غتكون عندي والويسات. المهم قالت لي شوفي مره اخرى لا تلاقك منتظري معاه ما يهضر معاك، خليه يمشي بعد لنا ياك صافي صيفطنا معاهم وردينا عليهم بلا وما عندنا ما نديرو بيه، مره اخرى دوري فيه. ايوا هي هذيك بقيت تقريبا شي 15 يوم ما خرجتش من الدار نهائيا، حتى لواحد النهار جات عندنا خالتي ايوا جايبه لنا اخبار جديده. قال لك لا حكا ما تحكر هذاك الناس رجعوا عندها وهضروا معاها على قبلي انايا، وقالوا ليها سيري عاودي هضري معاهم لربما البنت دابا تكون بغات الزواج. ايوا هي ديك جات خالتي جابت لينا هاد الهضره هادي، انا الصراحه ما عجبتنيش وما سمعتش ليها كاع. قلت لها خالتي هاد الهضره اللي راكي تقولي فيها انا كاع ما تعمر ليش راسي، انا داك النهار قلت لك ما خصنيش الزواج. قلت لها نزيدك السيد جا تابعني وجا كيقلب علينا هنايا. قالت لي اه راه قالتها لي امو، وقال لك هو بغى غير يعرف هاد البنت زعما اللي رفضت الزواج شكون تكون، ولكن قال لك لا فاش شافك راه كيعجبتيه ودابا هو اللي طلب منو انها تجي تخطبك المره الثانيه، وراه ما زعما تجي وخاف ترجعوها وصيفطتني غير انايا. قلت لها خالتي انا هاد الزواج ما عندي ما ندير به. قالت لي مالكي دابا انت يا كعراره، اعطي فرصه السيد هضري معاه بعدا وشوفي ربما تعجبك العقليه ديالو، واش انت غتزوجي بمو خواتاتو؟ قلت لها شوفي انا راه مو خواتاتو وما همنيش. قلت لها انت خالتي خوفتيني من داك مرت خوه. قلت لها واش حماقيتي ولا تصديتي، مرت خوه راه في دارها وانت ما غاديش تعيشي معاها، اصلا تعيشي مع مو خواتاتو. قلت لها علاش نعيش مع مو خواتاتو، علاش خو الاخر عايش مستقل وعلاش انا نعيش مع مو خواتاتو؟ قالت لي شوفي هذا الولد هذا بالذات صارب على مو عزيز عليه مو وما يبغيش يعيش يعني بعيد على مو، هذه راه كوني على يقين الا وافقتي تزوجي به كوني على يقين وكوني اكيده انك تعيشي في وسط ناسك. قلت لها وانا هذه اللي ما بغيتهاش عاوتاني، زيد شديت الضد. قلت لها ما بغيتش. ايوا هي هذيك مشات خالتي ردت عليهم بلا. ايوا دازت واحد الايام السيد دار بحال الكراده لصق لصق واحد اللصقه ديال العمى، مشى تجرأه مشى عند الوالد هضر معاه على قبلي وقال ليه انا باغي نخطب بنتك، وجا الصراحه قال لي شوف السي فلان انا ها شكون ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش، المهم بنتك انا راني باغيها وباغي معاها المعقول، وراه سولت عليكم الناس وشكركم وكذا وهادي، ودابا الناس بحالكم قلالين، دابا هضر مع بنتك لربما تولي تبدل الراي ديالها زعما وندخلوا في علاقه جديه ونتزوجوا ونديروا وليداتنا. الوالد بقى غير كيشوف ما لقى ما يقول ليه. قال ليها ولدي مادام طلبتي الحلال وجيتي زعما عندي نيشان انا غادي نهضر معها ونحاول نقنعها، والله يدير شي تولد الخير. فعلا جا الوالد. ايوا فاش هضر معايا الوالد ما قدرتش نزيد معاه الهضره حيت الوالد راكم عارفينو راني عاودت لكم عليه جدي واحد الدرجه ما كتصورش. ثم قال لي الوالد نوضه بنتي جمعي راسك وسيري تزوجي، السيد راه باغيك وراه باغي العائله ديالنا اكثر وراه سول علينا وهادي وهادي، وجا عندي وطلب مني الزواج منك انتي، يعني السيد معقول. قال لي يعني تزوجي انتي بين ما اختك ان شاء الله ربي يكمل عليها بالخير حتى هي تمشي دير دارها. قلت لي انا على اختي انا واقفه لها في رزقك، اختي عطيتوها السيد كتسناو يكمل المسائل ديالو، وانا لاش لاش انا هي كتقارنوني مع اختي؟ قال لي انتي الكبيره انتي اللي خصك تزوجي الاولى. صافي ما لقيت خواتاتي ما ندير من غير نحني راسي للاب ديالي، وقلت ليه واخا اللي فيها الخير الله يجيبها. هي هذيك عيطت عليا خالتي قالت لي راه السيد هضر مع باك شنو شنو، وراه مو اللي قالت لي هاد الهضره. قلت لي راه في خباري. قالت لي عطي السيد فرصه مالكي كعراره. قلت لها مالكم نتوما اللي ناض كيقول لي كعراره، واش هادشي فيه التكعير؟ انا ما بغاش نتزوج دابا مالكم محمقيني؟ قالت لي شوفي هضري معاه والله حتى غادي يعجبك، الدري عقليته زوينه وانا كنعرفهم بشحال هادي دري رونقي وداخل السوق راسو الله يعمرها سلعه. المهم اخواتاتي داك الزواج غادي يتم ولكن بز مني، عطاو للدري النمره ديالي صون عليا هضر معايا. قال لي ولكن واحد المشلق منك. قلت لي عاود شنو كتقول؟ قال لي يلا غير كنضحك معاك. قال لي ما تكونيش جديه اكثر من القياس. قال لي عارفه الضحك فاش كيكون الضحك راه ضحك، وفاش كيكون بصح حنا كنهضروا بصح.
قالي دابا غير كنضحك معاك وصافي. اي وقت اللي حتف الضحك خصك تلتزم الحدود معايا. انا داك الضحك بس ما عندي ما ندير به، كنت جدية اكثر من الاب ديالي، عندي نيشان نيشان وما عنديش مع شي حاجه سميتها العياقه والزعاقه والهضره الخاويه. ايوا بقى كيهضر معايا واحد المده ديال 15 يوم، الصراحه ما مقتنعاش بداك الزواج نهائيا وما دخلليش للمخ ديالي، راه ما بغاش البنات يدخل لي داك الزواج لراسي، حيت اصلا من الاول ما كنتش باغاه وبحال غير تفرض عليا. صافي قلت ليه اجي مرحبا وان شاء الله الله يكمل هاد الجره بخير. المهم جاو الناس جابوا الخطابه ديالهم، صراحه كبروا بيا ما خلاو ما جابوا ليا، واخا مو فديك الوقيته جايه مهزنيفه زعما اش هاد الشيء خطبناكم ما رضيتيش زعما تدي ولدنا وفي الاخر رجعتي حتى قلتي اه، بحال مجبده ليا. انا خواتاتو الصراحه ما سمعت منهم حتى كلمه ديال العيب، واخا في الاول كان كيحسب ليا باللي بصح هاربات وبنات ما مزياناتش، ولكن الانسان ما يحكمش على المظاهر حيت هذوك الويسات غادي يطلعوا الله يعمر ليهم الدار. ايوا هي هذيك في الضوء في كل شيء دغيا زربوا عليا تقريبا في 15 يوم صافي درنا كل شيء، بقى لينا غير العرس حيت داك الوقيته غير جمعنا الوراق عقدنا صافي. قالك السيمانه الجايه العرس، نتشاري حويجاتي، كل مره كنا كنمشيو نشريو حاجه تكملت الداز ديالي، درت العرس ديالي اللي عادي في وسط العائله والحباب والجيران كلشي فرحوا بيا، وحتى هو بطبيعه الحال داروا له العائله ديالو العرس، واخا كان زعما عرس تقليدي في دارهم وصافي. روحت لدار راجلي اللي غتكون في وسط ناسي اللي غادي يكونوا ناس صراحه مزيانين، دوزنا الطقوس ديال العرس ديالنا بحال اي كوبل مغربي تزوج. داك الزواج كان تقليدي مليون في المية، حيت انا وياه ما هضرناش بزاف، هضرنا شي ايامات قليله وما كناش كنهضروا في شي حوايج هكا خاصين، فقط ديك السلام كي دايره اشنو كتعاودي، يعني هضره سطحيه وصافي. في الدخله لقيت صعوبه حيت حشمت منه اول حاجه، وانا اول مره غادي ندير علاقه مع راجل، حيت واخا كنت في دارنا ما عمرت تصاحبت مع راجل ولا هضرت معاه ولا كان بيني وبين شي واحد شي حاجه نهائيا. صافي دوزنا ديك الليله بخير وعلى خير وكل شيء داز في احسن الاحوال، من بعد ما غتبقى لا حشمه ولا والو، راكم عارفين الزواج. بديت حياتي جديده مع عائله اللي جديده بطبيعه الحال وما كنعرفش الطبع ديالهم، هما كذلك مازال ما مدخلينش على الطبع ديالي، ولكن بيني وبينكم دغيا تقلمت معاهم وليت عايشه معاهم بخير. صراحه كنت متخوفه بزاف مع جوزتي ومن بناتها، ولكن والله العظيم الا طلعوا الله يعمر لهم الدار، صراحه الناس في المستوى. هي كان عندها جوج بنات وثلاثه ديال الذكوره، هذا راجلي لوسي اللي مجوج بديك العقرب اللي هي اللي غادي يكون عندها جزء كبير في القصه ديالي، ولوسي اللي كان طلق مرته ما كانش كيكون معاهم، وكان عايش في واحد المدينه بعيده كيجي عندهم مره في الشرايين ولا جوج مرات في 3 شهور. المهم بديت حياتي جدا كيف ما قلت لكم، دخلت على الطبع ديالهم، دخلوا على الطبع ديالي. انا من البدايه ديال حياتي كنت انسانه داخله سوق راسي، بيتوت هي لواحد الدرجه ما كتخيلش، لدرجه كيخرجوا خواتات وكيدوروا ما كيخليو فين ما كيمشيو، كيعيو فيا كنقول لهم سمحوا لي ما نخرج ما نضرش، كنخدم الشغل ديالي كنكملو كنشعل التلفازه كنحط لي كوموند ديالي حدايا ونجلس نقلب من الاذاعه لاذاعه وعندي الربح على انني نخرج. كانت كتعيا فيا عقوتي كتقول لي نوضي صرحي رجليك مع البنات مالكي غير مخشيه في هاد الدار مالكي غير حاجبه، دابا تولدي الولاد ما يخليوك تخرجي حتى لشي بلاصه. نقول لها خالتي انا موالفه الدار، واخا نخرج راه ما كيعجبنيش الخروج، كنلقى راحتي في داري، فاش ما كنلقى ما ندير كنوض نتفنن كندير الشهيوات بسيمنات رغيفات اللي قديت عليه. عقوسي الصراحه كانت طلقاني في الدار ندير اللي بغيت. صافي غير دخلت على الطبع ديالي ولقاتني انسانه ماشي مبدره، داخله سوق راسي محترمه راسي، كل واحد كنعطي حقه في ديك الدار كنحترم الصغير والكبير. المهم خلاتني تلقاتني في الدار ندير ما بغيت، ما تنوضني ما تقول لي نوضي ديري ولا نوضي خدمي ولا نوضي فعلي نهائيا. هي مي كتشوف بناتها جالسين كدور فيهم كتقول لهم نوضوا عاونوا مرات خوكم مالكم على هاد العجز، ما تطلقوش عليها العجز ديالكم. هما الصراحه ما عمرهم جاوا قالوا لي لا كتحرشي علينا ما، انا بالضحك واللعب كيجيو كيدخلوا معايا الكوزينه وكل وحده شنو كدير، مي كنلقاو راسنا مسالين ما كنلقاو ما نديرو كيشدوني كيبقاو يديروا لي في الماكياج ولا انا كنبقى نلعب ليهم في وجههم. المهم كنقولهم ضحكوا عليا، كنت متفاهمه معاهم بهذا المفهوم. هذا هنا غادي يدخل بيناتنا الشيطان اللي هو مرض سخوهم مرض لوسي. واحد النهار جات ضيفه عندهم، هي كانت من داك النوع اللي كيكوي ويبخ،
ها هي معاهم مزيانه، ولكن الفون ديالها ما كتحملهم ما كتقبلهم، حيت كان واقع بيناتهم مشاكل ودائما كيوصلهم الصاد ديال بعضياتهم. ايوا هي هذيك، هي في الاول الصراحه ما كانتش كتبين داك الخبث ديالها. حضرت العرس ديالي سخرت شتى تما، ولكن صافي غير دازت 3 ايام ديال العرس ما بقاتش كتدور عليهم، حتى دازت واحد المده ديال 3 شهور. هنا السيده غادي تجي وغادي تشوف التعامل ديال الناس معايا، بالخصوص انها ما كانتش كتحملهم نهائيا، حيت هما كانوا حاطين عليها، حيت هي كانت كتحاسب معاهم وكان فيها الدخول والخروج وكانت كتمشي بزاف عند عائلتها. اما انا والله العظيم الا ما قالوا لي شنو ديري عند والديك والله ما نمشي، والا ما عرضوا ليش والديا وكبروا بيا والله ما نمشي. تصور واحد النهار عيطت عليا الوالده قالت لي يا بنتي اليوم تغدي معنا. قلت لها ماما انا راه عندي واحد الراجل ها شنو سميتو وعندكم النمره ديالو، المفروض تعيطوا عليه هو وتعرضوا عليه وتكبروا بيه وتقولوا لي جيب فلانه واجي مرحبا بك، وما تنساوش عكوزتي والويساتي حتى هما تقدروا تعرضوا عليهم. رجلي الصراحه سمع داك الحديث اللي دار بيني وبين الوالده ديالي، وتما زدت عزازيت عليه حيت كنت كنكبر به. قلت لكم والدي الا ما عرضوا لي شو كبروا بيا انا وراجلي وحباب راجلي ما كنمشيش عندهم. صافي تزوجت شاده تقاري في داري حيت كنت عارفه شنو هو الزواج، حيت عشت مع الوالده والوالد واحد الظروف اللي كانت خايبه. كيف ما قلت لكم الوالد دائما كان كيعير الام ديالي، حيت الام ديالي ما كانتش كتعرف تتصرف، وكو كانت كتعرف تتصرف ما غتعيطش عليا انا وتخلي الزوج ديالي. المهم انا كنت كنتفادى داك الاغلاط اللي كانت كدير الوالده وكنصححهم فيا، وما كنبغيش نرتكبهم باش ما نديش الهضره خايبه من ناسي ويقولوا هذه ما مربياش ولا ما مأدباش. المهم كنت فاهمه الزواج شنو هو، كنصف داري مهليه في راجلي مهليه في عكوزتي، كل واحد كنعطي حقه، ما كنعطيش الانسان اكثر من الحق ديالو. غير بين قوسين اختي امينه، حيت الحق راه باين، ولكن غير تزيدي الانسان فوق حقه راه كتولي بساله وكتولي كتولي مدصره عليك. مثلا غادي نعطيكم واحد المثال بسيط، انا كنت كنحترمهم كاملين، ولكن الا سمعت منهم شي هضره غير قد الشعره راه كندافع على راسي وكندافع على حقي، وفي نفس الوقت ما كنغضب عليهم ما كنهزني في عليهم. صافي عندي شرح من اللحمة كيخنس، هما ملي دخلوا لي على الطبع وعرفوا العقليه ديالي كانوا حتى هما كيحترموني، حيت انا من الاول فرحت الاحترام على العائله ديال الزوج ديالي باش يحترموني ويبقاو يوقروني. المهم قلت لكم ملي دخل داك الشيطان بيناتنا اللي هي مرات خوهم، جات واحد النهار غير باش تبرقك ولقات العلاقه ديالنا بخير. انا الصراحه ماشي من داك النوع اللي كنمثل، كنعيش الواقع ديالي وكنعيش بطلاقه وببساطه، ما كنبينش لبنادم انني انا واعره عليه ولا عادي جدا. تكلسي معايا غادي تلقيني على طبيعتي. سيدة داك القضيه هذيك ما حملاتهاش فيا، خصوصا ان عكوزتي كانت كتموت من مرت ولدها بالغيره، كانت كتغير منها بزاف. وانا لاحظت ان عكوزتي كتغير من مرت ولدها، علاش؟ لان ولدها ما بقاش كيديها فمو ولا ديها غير فمرتو، وخصوصا كانوا كيعاودوا لخواتاتو ان داك خوهم كانت الام ديالهم كتحمق عليه من الخوت الاخرين. ولكن ملي تزوج صافي بحال نقولوا مراتو خداتو، يعني تسيطرت عليه. بحال الامو كانت كتجي من داك الغيره ديال ولدها كيهتم بمرتو اكثر من امو، يعني داك الغيره الزوينه ماشي داك الغيره الخايبه. المهم هي هذيك فاش جات داك النهار، وكانت هذه اول مره غادي تزورنا مورا العرس ديالي، زارتنا تقريبا مورا العرس ديالي بشي 3 شهور. في داك الوقيته هذيك كانت جات عندنا 7 ايام ديال التحزيمه، جات حضرت تغدات ومشات بحالاتها، ولكن تما ما بقاتش رجعت حتى كملت انا 3 شهور في داري. ايوا هي هذيك فاش جات، انا الصراحه كنت كندير واحد الحاجه زوينه وكانت كتهنيني من داك الشقه ديال كل نهار. كنت مثلا كندير نهار ولا يومين كنوجد فيها غير المسمن الحريشات خبيزات هكا معمرين، كنت كندير هاد الشيء هذا وكانوا كيعاونوني الصراحه الويساتي، شي كتعجن شي كتصاوب الحشوه شي كتعمر، كل وحده وشنو كدير. وتعكوسي الصراحه كانت كتعاون معانا، غير انا ما كنتش كنحوج عكوسي، كنقول لها خاتي غير سيري تريحي وتفرجي المسلسلات اللي كيعجبك وحنا نصايبوا هاد الشيء. كنت كنعمر الفريكو بديك الشيء، فاش كيجي مثلا عندنا شي حد ولا غير لينا حنا غير كنسخن ونحط، يعني ندي كل 15 يوم كندير هاد القضيه ولا تقريبا مره في الشهر على حسب الكونسيتي اللي كنت كنوجد. ايوا صافي هي هذيك جلستي وعكوزتي، راكم عارفين داك حبيبتي وعزيزتي هما من التحت ولتحت كيعطيو الشحط لبعضياتهم. ايوا هي تنطق عكوزتي قالت لي يا بنتي فلانه، قلت
قلت لها نعم خالتي. قلت لي يا جبدي حبيبتي ديك المسيمنات اللي درتي وديك لي كيك وحطيها تحت عفاك المرات لوسك راه جات الضيف عندنا. ايوا وريح انت يديك. وهي زعما راه غير كتحشي فيها الهضره حيت ديك مرات لوسي ما كانت كتعرف منين تشد الشغل، ما كانش عندها مش مع الشغل حيت هي اصلا فاش تزوجت براجلها كانت كتقرا، يعني ما كانش عندها مع شي حاجه سميتها الكوزينه وهما ما كانوش كيحملوها على هذا الشيء هذا. ايوا هي ديك انا على نيتي زعما انا طيبت القهوه والحليب مرت اتاي حطيت من داك الشيء كامل، لويساتي ما كانوش حيت وحده كانت كتقرا وحده كانت كتخدم. ايوا حطيت كل شيء زعما الصراحه زوقت الطابله حنا عاد هكداك، وحده من لويساتي جات من القرايه لقات الطبله حطاها مزوقه. قالت لي تبارك الله على مرت خويا تبارك الله يديك يحطوا الذهب وهما بالعاني، يعني صافي شافت هذيك مرت خويا تما خصها ضروري ما تشحنها باش تصيفطها عامره. انا لحد الان ما فاهمه والو ولكن حاسه بهم انهم يعني كيعطيوها الشحب. هنايا حتى لهنايا ما كنتش عارفه شنو بيناتهم، من بعد عاد غادي نعرف داك مرت خوهم زعما المشكل اللي عندها معاهم، حيت انا خالتي فاش عاودت ليا ما عاودت ليش كلشي بالتفصيل وعاودت لي غير شي حوايج بساط. ايوا صافي هذيك السيده ما كلات ما شربت كانت كتطلع بالالوان. كنت كنقول انا الصراحه كثروا عليها حشومه عليهم علاش كيتعاملوا معها بحال هكذا. قلت لي كتقول لها وكاينين شي عيالات معفونات مخبوجات فيهم غير اللسان، اللسان الماضي والدرع قاضي ما كيعرفوا يديروا حتى شي حاجه. ايوا عيطت لي عقوسي جلستني عندها الا لي مرات ولدي تبارك الله عليك بنيتي ولكن طلعتي بنت الدار الكبيره. كولي كولي يا فلانه شوفي اش هادشي كلشي دارته مرت ولدي فلانه تبارك الله عليها الشقاء والمعقول التباته والرزانه من الفوق الزين الزين والحداقه الله يحفظ ليا مرت ولدي العزيزه. انا الصراحه ما عجبنيش ديك الهضره تاع عكوزتي، علاش غير غادي ينوضوا في هاد السيده الغيره اللي اصلا غادي تحرقني انايا طبيعه الحال غادي تحرقني وغادي تحرقني حريق. كتبش عليكم السيده كنت كنحس بها كل قد شي خنجر تخشيه ليا في قلبي. ايوا هي هذيك قلت انا دبر راسهم بيناتهم واخا هكاك ما ديتهاش فيهم صافي مشات بحالها تخلتنا بخير. قالت لي عكوسي ايوا ديري لها ديري لها شي حاجه في السوبيره تديها لولدي فلان يدوق ويشوف تبارك الله مرتخو شنو كدير. قالت لي لا لا ما يحتاجش كلشي في الدار واصلا ما كياكلش هذا الشيء هذا كيتقل ليه المعده. ايوا يلا السلام عليكم وتبقاو على خير والله يخلف ويقوي الخير. قلنا لها امين. ايوا غير هي مشات من هنا وانا جلست حدا عكوسي. قلت لها خالتي قالت لي نعم. قلت لها علاش كتعاملوا معاه بحال هكذا حشومه؟ قلت لي ايه يا بنيتي كون نعاودك شنو دوزت عليا هاد المشلق هادي. قلت لها كيفاش؟ قالت لي واجي جلسي نعاودك. ايوا جلست كتعاود ليا ما كاين ما كاين ما كاين ما كاين. قلت لها ولكن خالتي هادشي دوزاتو عليك انتيا انا شنو دخلني؟ قلت لها على انت شنو دارت لك؟ قلت لها وانا كضربيها بيا انايا راه هاد السيده راه تقدر تحقد عليا وتغير مني علم الله شنو دير. ايوا قالت لي صافي عندها ما دير سيري نوضي نوضي تقعدي تخدمي شغلك وما تدخليهاش كاع لبالك ما عندها شي ما دير. قلت لها وان شاء الله يا ربي الله يبعد علينا شر الخلق. ايوا هي هذيك اخواتاتي بقيت عايشه مع ناسي كيف ما قلت لكم بخير وعلى خير. حتى واحد النهار اللي حسيت براجلي تبدل عليا بالخصوص في داك الوقيته كنت انا حامله وكان خصني زعما واحد الاهتمام اللي يكون زايد مع العلم ان الزوج ديالي ما فرحش نهائيا بداك الحموليه ديالي. علاش ومالو الله اعلم السيد كان كيبان لي فيه واحد الغموض في شي شكل. هو صراحه في الاول كان مهلي فيا وكان كيحمق ويتسطع ليا وخا الصراحه زواجنا كان تقليدي ولكن ولات بيناتنا واحد العلاقه زوينه بزاف حيت فهاد الفتره كنت دوز معاه تقريبا عام كانت شي عام قل شي شهر. فاش طلعت حامله السيد شفت بحال لا ما فرحش مع العلم كان دائما كيهضر ليا على الوليدات. انا في الاول كنت دايره مانع الحمل ما كنتش باغا نولد من الاول قلت بلاتي عليا ولكن من بعد السيد كل نهار كيزن ليا في ودني زولي عليك المانع مره اخرى لداتي ما نسمح لكش انا بغيت وليداتي وامتى بغينا نولدو حنا ولادنا. المهم في الاخر زولت عليا المصيبه قلت فيها خير حتى انا نولد وليداتي علاش لا. ايوا السيد فاش قلت ليه راني حامله صافي خدا الخبر عادي كان هذاك السيد ما كانش كيطلب مني الولاد. واحد النهار سولتو قلت ليه فلان قال لي نعم. قلت
لي المفروض انا حامله كنتوحم. خصك اول حاجه تفرح وتبين لي انك فرحان، ثاني حاجه تهتم بيا. انا كنبقى انسانه حامله ورا الهرمونات ديالي مخربقين، كنبغي اللي يديها فيا. مع العلم كان جاني داك الحمل غير البكا، كنت كنبكي ونبات نبكي. عقوسي ما كانت كتحوجني حتى شي حاجه صراحه، ما لقيتش معاها هي شي مشكل، لا هي ولا الويساتي اللي بطبيعه الحال وحده فيهم غادي تزوج. بنت اللي كانت خدامه تقدم ليها واحد الدري كان خدام معاها، ايوا جا خطبها. الصراحه في داك الوقت اللي كنت انا كنتوحم ما كانش عندي الخاطر نهائيا، ورغم ذلك وقفت معاها وجدت ليها الشيوات. داك الناس اللي جاو خطبوها مشاو حامقين على داك الشيء اللي وجدت ليهم. ايوا صافي، السيد كيف ما قلت لكم ما كانش كيديها فيا. مو كانت زعما دايراني بحال الاميره في ديك الدار، يعني شنو بغيتي شنو بنتي تشهيتي، الا بغيتي شي حاجه نجيبها لك. انا كنت كنقول ليها ما خصني والو، كنت كنضل نبكي. ايوا حتى لواحد النهار قالت لي شتي بنتي اش غادي ديري، نوضي جمعي حويجاتك ويلا ندك عند والديك، جلسي عندهم واحد السويمينه ولا 10 ايام داكشي اللي قديتي، بدلي الجو وان شاء الله رجعي. قلت ليها واخا، تشاورت مع راجلي قال لي فيها خير سيري ماشي مشكل. فين جمعت حويجاتي مشيت عند الوالدين ديالي، جلست ارتحيت واحد الشويه. امي مسكينه ما كانتش كتحوجني كاع نوض معها الكوزينه، وكانت كتقضي شغلها راسها. كانت كتقول لي يا بنتي عندك علاش تنوضي وما عندك علاش تشقي ليا، غير جلسي وتصنتي على جنيباتك، اي حاجه انا نوجدها لك. الصراحه ما كنتش كنكره الماكله ولا كنعدف الماكله، هي كنت كنتقيه شويه في داك الشهرين الاولى، ولكن من بعد وليت عاديه. صافي فاش لقيت راسي عاديه رجعت بحالاتي عند راجلي، ولكن راجلي حسيتو باقي كيف ما خليته ولا اكثر. هاد تصوروا 15 يوم انا عند والديا، فهاد 15 يوم كامله سول عليا جوج ديال المرات، كنت كنصوني عليه ما كيجاوبنيش، مالو الله اعلم. اي واحد النهار جات عندنا عاوتاني داك مرت خوه، جات هاد المره جابت ليا الرفيسه بالدجاج البلدي. ايوا هي ديك قالت ليا، قلت راكي تكوني محمه عليها حيت اغلب العيالات كيتوحموا على الرفيسه. صراحه ما توحمتش انا لا على الرفيسه لا على حتى شي حاجه، ولكن كنت كنحماق عليها. ايوا هي ديك حطاتها ليا، دخلت الكوزينه جابت ليا الفراشط وجات قالت لك ايوا كولي. يلا انا درت بغيت ندير الدغمه الاولى، وعقوسي دخلت لقاتني غادي نقول بسم الله، حيت عقوسي داك الوقت ما كانت شويه، استغلت ديك الفرصه ديال ان عقوسي ما كايناش في الدار، ما كانوا حاطين على بعضياتهم. هذيك حاطه على عقوسي انها ما كايناش في الدار، استغلت الفرصه وجات عندي كتجري. عقوسي عاوتاني جاها الخبر باللي مرت ولدها جات للدار وهي ما كايناش، جات كتجري. المهم كيف ما جات لقاتني غادي نقول بسم الله، حيدت ليا الفرشيطه من يدي. قالت لي اش كديري؟ قلت لها خالتي حرام عليك علاش قمعتيني؟ قالت لي اش حماقيتي ولا تسطيتي باغا تاكلي الرفيسه؟ قلت لها علاش خالتي شنو فيها؟ قالت لي ما فيها والو بنتي، راه الرفيسه كيكونوا فيها العشوب وكتكون فيها الحلبه، وانت الا بقيتي تاكليتي العشوب راه غيطيح لك بنادم. وهي قالت ليها ايوا لا خالتي لا، واه على الحلبه كطيح بنادم. قالت لي ايوا سولي راه كطيح بنادم. انا ملي قالت لي هاد الهضره صافي كحزت اللور. ايوا عرفت عقوسي بحال ما عجبهاش الحال وخافت اصلا انني ناكل من داك الرفيسه. ايوا حنا عاد هكذاك وراجلي كيدخل لقى داك الرفيسه محطوطه فوق الطبله حنا كنشوفو فيها. ايوا قالك الله يا ربي شكون جاب هاد الرفيسه؟ لقى مرت خوه تما قال ليها ياك ما هادي الرفيسه ديالك؟ قالت ليه اه. قال ليها عمية ولا بعينيها؟ بقى كيضحك. قال ليها وسبحان الله انت ما كتعرفيش هاد الطيبه فلانه كيوقع لك، وبقى كيضحك وزعما غيتملغ معاها، ولكن هي ما عجباش الحال. قالت لي علاه ماني ما كنعرفش نطيب، شكون اللي قالها لك؟ ياك ما انت اللي مجوج بيا وما عنديش الخبر. قال ليها لا انا ما مجوجش بيك، انا مجوج بهادي. قال ليها انا مزوج بهادي وتبارك الله حدك وكتعرف دير كل شيء. ايوا قالت ليها سيدي ملي حدك وكتعرف دير كل شيء خلاتنا ندير لك الرفيسه العاميه. قال ليها لا انا غادي ناكل هاد الرفيسه هادي اللي كتشوف بعينيها، مراتي دابا هي اللي عميه وعاميها الوحم، انا غادي ناكل هاد الرفيسه وتبارك الله عليك راها لذيذه. ايوا قالت ليه يلا انا خصني نمشي. قال ليها جلسي مالك مزروبه؟ قالت لي لا نمشي خوك غادي يجي وخصني ضروري نمشي للدار. ايوا قال ليها غير سيري بلا ما نشدوك. قالت لي هو عطيني القصريه نديها. قال ليها مالكي واش جيتي مطمعانه بها ولا شنو؟ قال لي انا عاد كناكل. قال لي انت عارفه قصتي مع الرفيسه، مع راجلي كان كيحمق على الرفيسه. ايوا هي هذيك قالت ليه لا خوك راه هي كتعجب حتى هو كيعجبو الرفيسه وخصني ندي له حقه. قال ليها شوفي دابا وليتي كتعرفي الطيبه كيف ما قلتي، سيري ديري خويا رفيسه واحده اخرى وخليني لا ناكل، انا راني ما غاديش نوض من هنا
حتى نكمل هاد الرفيصه. قالت لي واش غادي دير؟ عطيني غير القصريه بعدا. قال لي مالك ياك ما خافتيني ناكل لك القصريه؟ بدا كيضحك. المهم الراجل شويه كيعجبوها كيضحك، خصوصا داك مرتخوك. مرتخوك كان عارفها دغيا كيطلع لها الدم وكان كيشد فيها. ايوا هي ديك قالت لي راه بعدا غير نخويها في شي حاجه وندير لك القصريه. قال لي هاد المره نوضي سيري تقعدي سيري في حالك، واش حنا القصريه غادي ناكلوها لك؟ سيري لالا غير سيري. دابا انا ان شاء الله انا نغسلها ونجيبها لك حتى للدار. حسيت بسيده كتزنق كتطلع وكتهبط بالالوان. صافي هي هذيك، حنا عاد هكداك. وراجلها صون عليها، سبحان الله ربي فاش كيبغي يفتح الانسان. صون عليها السلام السلام. قال ليها فين راكي؟ قالت ليها انا راني عند امك. قال لها شنو كديري تما؟ حنا المهم كنسمعوا الصوت ديالو مسموع. قالت ليه راني درت لهم درت الفلانه الرفيسه وجبتها ليها. قال ليها مزيان الله يكثر خيرك. قال ليها واش ما تجيش؟ واش غادي تقصري تما؟ قالت ليه لا راني جايه. قال ليها وي يلا اجي راني كنتسناك في الدار. صافي قالت لينا يلا بالسلامه الله يعاون الله يعاون. ولكن مشات عينيها في ديك القصريه، حنا ما فهمنا والو. وتعكوسي بحال شكت فيها. ايوا هي خرجت من الباب وعكوسي ناط ليا ما خلاتليش بالعريقه. قالت لي واش حمقيه هاد الحماره؟ هادي راه واحد المسخوطه منا. قالت لي راه واحد السحاره من الطراز العالي. قالت لي انت ما خفتيش طيح لك بنادم؟ قلت لها خالتي انا ما عارفاش حتى هاد الشيء هذا اللي كتقولي لي عليه، انا دابا عاد كنسمعو جديد عليا. قالت لي علاه نسيتي داكشي اللي كنت عاودت لك عليها؟ قلت لها كاين نتوما بيناتكم من اش دخلني؟ ايوا قالت لي شتي يا بنتي راه انت هي اللي كلشي، وراه هي شاده الضد اصلا معنا حيت جبناك وكنا كنشكروك داك النهار، وراه هاد الهضره هادي راه وصلوها لي ناس اللي كيجيبوا لي اخبارها. قلت لها ما كاين نتوما اللي خارج عليكم قدك الهضره، دير الهضره وجيب الهضره. قلت لي هذاك الناس اللي كانوا بيناتكم هما راهم ناس ما صالحينش وما خصكمش تسمعوا ليهم. ايوا قالت لي بنيتي انت مازال ما عارفه والو. قلت لها بحال هاد الحوايج خالتي ما بغيتش نعرفهم اصلا. راجلي ما مسوقش ديك الهضره اللي رحنا كنهضروها، قاس كياكل اصلا ما مسوقش لهاد العالم نهائيا. طيري نزلي طلعي هبطي، قاس كياكل يلقم يلقم يلقم، ما كاين لا فرشيطه ولا معلقه، ما كان غير يديه. ايوا السيد حتى كيوصل للقاع ديال القصريه بقى كيلقم يلقم كلا النص، حتى كيلقم واحد الحجاب قدو قد الخله. فاش طلعوا في يدو طلع الخيط هو الاول، حسب له واش شي خيط. قالك مع شنو هاد الشيء فهاد مصيبه؟ جبد داك الخيط داك يجبدو 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 حتى كيجبد مع حجاب قدو قد السخط. مو غير شاف داك الشيء غوتات غير غوته. يا ناري شنو هاد الشيء؟ انا بقيت غير كنشوف تصدمت. قالت لي جيبي 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 التليفون صوري صوري. ايوا درت الفيديو، بقات كتهضر هي في ديك الفيديو. قالت له شوف اوليدي شوف مراتك شنو كدير، ياك هاد القصريه جابتها مراتك، ياك دابا عاد عيطتي عليها وقالت لك راني جبت لهم جبت الرفيسه الفلانه. ايوا هاد الحجاب غادي تقرا وغادي نشوفوا شنو فيه. شنو غادي نقول لكم؟ بقيت انا غير مصدومه. اما راجلي مسكين ناض داكشي كامل اللي كله ردو، كيدير يدي حاشاكم فمو وكيقلب داكشي كامل وليله كامله هو كيتقيا. المهم السيد كلا وجدر، السيد كان بخير وزاد كمل. من بعد عاد غادي نعرف ان هذيك مرات خويا واحد النهار تلاقات معاه قال لك غير بالصدفه وعطاته واحد الحلوه. قالت لي حقا هاد الحليوه راني كنت ديها منها لماما وملي تلاقيتك هاك كل منها. هو كان غادي للخدمه، هو السيد كانت عارفه كيمشي بالجوع، ما كي اصلا ما كيبغيش ياكل في الصباح، ما كيبغيش يفطر حتى كدير داك 11 ولا 11 ونص عاد كياكل، عاد كيمشي للقهوه ياكل شي حاجه. ايوا شد داك الحليوه مع كانت عارفه النقطه ديال الضعف ديالو. تما عرفت ان السيد موكل شي حاجه حيت تبدل عليا بواحد الدرجه رهيبه. المهم اش غادي نقول لكم، سجلنا داك الفيديو بقى عندي في تليفوني، بقى راجلي غير كيشوف. قالك بسم الله الرحمن الرحيم شنو هاد الشيء؟ صراحه ما صبرناش على داك الشيء هذاك. عيطنا لراجلها تمتم، قال لي راجلي دابا تجي تخلط عندي للدار. قال لي شنو كاين ياك؟ لاباس ياك؟ ما مرتك مريضه؟ قال لي اودي ما مريضاش هاد الساعه، ولكن كون كان كلات من داك الرفيسه اللي جابت مرتك اكيد كرها لا هي ولا ولدي يعلم الله في شنو وقع فيهم. قال لي علاش شنو كاين؟ هي تخلى الحجر مع الصباط وما خلاتوش يجي. قالت له فين غادي تمشي؟ فين ما كان شي مشكل لصقوه فينا حنا يدوز تجلس. المهم حنا كنسمعوا فيها كتهضر معاه بالجد. قال لي شوف خويا اجي دابا مساله حياه او موت. ايوا هي هذيك فاش جا ورينا داكشي صوت وصوره، خلينا داكشي في داك القصريه حتى جا هو وسجلنا داكشي، حيت انا قالت لي عكوسي سجلي هادشي باش نصيفطوه لراجلها. ولكن الصراحه ما صيفطناهلوش في التليفون، جا شاف داكشي بعينيه.
بقى غير كيتلطف. عيط عليها قال ليها ما كتحشميش وجاك هذا كل قفاك. قالت لي انا شنو درت؟ قال ليها شوفي انت شنو درتي، جايبه حجاب قد قد الخله دايره في الرفيسه وجايبه لعباد الله ياكلو. قال ليها الصراحه كانوا كيهضروا شحال هذه وكيقولوا لي بلي انت ما مزيانش وكتعاملي مع السحره والمشعوذين، وما كنتش كنصيق، ولكن دابا كلشي بان، كلشي وضح بالدليل والبرهان. المهم قالت لي هو تيق حبابك راه ما دايروها ليها خطة، انا ما درت والو، انا درت فيهم غير الخير. قال ليها واخا غادي نشوفوا هذا الخير هذا، الا كانوا حبابي داروا لك هاد الماكيده هذه راه غادي يبان، وكنتي انت مولات الفعله راه غادي يبان. قالت لي وباش غادي يبان؟ انا راه باينه خرجت وما داروا داك الحجاب بالعاني وسموها فيا انايا. ايوا قال لي غادي نشوفوا. هي هذاك جا راجلها وراجلي هزوا داك الحجاب داو عند واحد السيد كيفهم في داك الشيء، قرا لهم داك الشيء. قال لهم هاد السحور من ديور لكم كاملين، فيه المرض وفيه الشتات وفيه الاجهاض وفيه الموت وفيه كل شيء، وراه ندير لكم كاملين في الدار، وتوليو دايرين في الدار بحال الزاج، واحد ما يحمل واحد، واحد ما يقبل واحد، واحد ما يحترم واحد. المهم راجلي وراجلها بقاو غير مصدومين. قال لي هذه مراتك اخويا ماشي مراتي، وها شنو ها شنو ها شنو دابا كلشي سمعتيه في ودني. وعاود لي حتى النهار اللي تلاقاتو عطاتو الحلوى وقال لي باينه مرتك دارت ليا شي حاجه، حيت هاد الايام حسيت براسي ما مزيانش. مرتي ديما كتقول لي راك تبدلتي عليا، وانا كنت كنقول ربما المراه غير كتخرف والحمد لله هذا الشيء. المهم راجلي مسكين بحال لا قاسو الوسواس، مشى عند واحد السيد دار الاستفراغ، ولكن دائما كيحس بلي عنده الوجع في كرشو. انا كيجيب لي بالي غير كيتوهم داك الوجع، حيت ما داك النهار اللي لقى داك الحجاب في ديك الرفيسه هو ديما قلبه مروع عليه وكيقول لك انا داك التوكل راه دار ليا شي حاجه. كنقول ليه ان شاء الله ما يكون والو، انت اصلا داك الشيء تقيتيه ما بقاش في كرشك. المهم راجلي ولا عايش في الوسواس، اما هي راجلها دار معها اللازم، دفع بها الطلاق وطلقها مع ما كان عنده معها لا ولد لا بنت، وهي اللي كان فيها المشكل. ودائما كيقول لها انا نصبر معاك حتى ان شاء الله ربي يدير لنا شي تاويله الخير. كانوا كيعانيوا من تاخر الانجاب وكان المشكل ديالها، ولكن طلعت بنت الحرام مجدره بغات تخرج عليا وبغات تشتت ليا شملي مع راجلي الله ياخذ فيها الحق، ولكن حتى حنا الحمد لله عبرنا عليها. والنيه وقلت النيه راه ما كيتلاقاوش البنات، حاولوا انكم تمشيو على النيه ديالكم وعلى نياتكم ترزقون. انا الحمد لله لحد الان عايشه مع عبوسي وعايشه بخير وعلى خير، ولدت الحمد لله ثلاثه ديال الوليدات، حاليا عندي ثلاثه ديال الوليدات ذكوره، ولكن مازال كيوصلنا الصدمه ديك خيتي. شحال من مره لقينا الحجابات في الباب ديال الدار ديالنا، شحال من مره قالوا لينا الناس كتجي ترش لكم السحور وكتمشي، ولكن الحمد لله يد الله فوق ايديهم. انا واخا الصراحه مأثره بزاف ماشي غير شويه، دائما كيوقع لي المشاكل مع عجوزي. مؤخرا عجوزي قالت لي ضروري نمشيو نشوفو شي راقي حيت هي عارفه شنو كيوقع. صراحه هي وياها باقي لحد الان في الحرب. انا واخا دارت لي داكشي كامل وكنت باغا طيح لي ولدي من كرشي، ما عمرني من داك الوقيته هذيك اخر مره شفتها هي ديك الوقيته هذيك اللي كان جاب ديك الرفيصه، ما بقيتش عاود شت وجهها، وقالوا لي بلي هي ما بقاتش اصلا في ديك المدينه، خوات كاع المدينه كامله، ولكن حاسه بها كدير ليا شي حاجه. ما عمرني ما واجهتها ولا قلت ليها علاش ولا شنو درت ليك ولا علاش ظلمتيني نهائيا. عجوزي دائما كتجيب سيرتها في الدار، كنقول لها خالتي عافاك الا ما خلينا نساو هاد السيده هادي، اي حاجه وقعت في الدار كيقول لك لا هي اللي سحرت لينا هي اللي دارت لينا. عجوزي فيها واحد القاعده خايبه بزاف، كتبقى تحكر على اقل من حاجه، فيها التحكر على بزاف ديال الحوايج، خصوصا ان دابا طوالت معها العشره، في الاول كان شويه اما دابا فيها التحكر. ايه غير لا نط وما بدلتش لولدي الصغير هو الاول، كتقول لك لا وعلاش ما تبدليلوش وبدليلو وعطيه هو الاول يرضعو، فاش كندير هادشي كامل كتقول لك لا كنطي وكعجنتي هو الاول وجدتي الماكله رديتيها طيب عاد رجعي لولدك. المهم عكوسي فيها الطبيعه هذه هي اللي فيها خايبه، اما الشيء الاخر فيها كامل مزيان، وديما كتجبد السيره ديالها. الا بقينا تتناقشنا انا وياها ايوا كتقول لي بنت الحرام باينه فيها هي اللي لعبه علينا وهي اللي كدير لك باش تكرهيني. كنقول لها خالتي انا والله ما كنكرهك، الا كنتي انت كتكرهيني واخا، اما انا والله ما كنكرهك، ولكن لحد الان مازال كيوقعوا بيناتنا مشاكل، ونتمنى ان شاء الله الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، الله يبعدها علينا. واخا انا حاسه شي حاجه مديوره ليا حيت ما بقيتش كيف ما الاول، وليت واحد الانسانه مهمله، وترى راجلي ما بقيتش كنديها فيه، حتى هو والله العظيم الا عايش وموسوس، اي وجع جاه في كرشو كيقول لك التوكل، داك الرفيصه، واقيلا داك الحلوه اللي عطاتني. المهم السيد بنوي شنو ولا كيدير؟ مقابل لي غير الروقات، فين ما كان شي راقي شرعي راه كيمشي عنده،
اما اليوتيوب والفيسبوك عنده عامرين بدك الرقات، كيدير الرقيه الشرعيه وكيبقى مره كيقرا معاهم مره كيبقى يشد على راسو كيقول كراسي كيضرني انا في الاعراض ديال السحر. المهم قاسو الوسواس وبغى يحمقني معاه. ولادي غير مرضوا ليا، الوليد كيطلع ليا السنينات قالك لا باينه داروا له السحور. المهم ولاو راسهم عامر بهذه القضيه هذه، ما بقاوش ينساو هذه القضيه هذه ديال ان مرتفو دارت لينا داك الشيء هذاك في الرفيصه. نتمنى اختي امينه تنصحيني كيفاش ندير باش ننسي راجلي في داك النهار هذاك، حيت داك النهار هذاك لعبنا على حياتنا كامله. شكرا لك، شكرا لمستمعات الكلمات اللي كيسمعوا كينصحوا في هذه القناه. الله يجازيكم بخير وبسلام عليكم. وكما ورد على مسامعكم الطيبه خوتي خواتاتي مستمعيني مستمعاتي، القصه ديال ختنا غزال اللي عودت لينا بالتفاصيل ديالها وقالت لينا بلي بالرفيسه العمياء كانت مرت لوسا تجيب لها الباقيه او النهايه. المهم اختي ما عندك ما ديري، السعيد بالله مش تنراجم راجلك مسكين صافي، نقدروا نقولوا تسكن ماشي تسكن بالمفهوم ديال انه مسكن، لا وانما تعبير مجازي ان صافي بحال تبرمج العقليه ديالو تبرمجت على انه مسحور. سالينا الهضره دابا واخا كيف ما ديري معاه ما غاديش يتقبل شي حاجه من غير انه مسحور. فما عليك اختي غير بالصبر واللي كيأذي خوه المسلم الله ياخذ فيه الحق. البنات عافاكم الله يجازيكم بخير، الا ما نصحوا هاد السيده شنو غادي دير كيفاش تتعامل مع الزوج ديالها؟ هو مزيان يقرا القران ويسمع للرقات ولكن ماشي بالدرجه المفرطه، لان كيقول لك اذا زاد الشيء عن حده انقلب ضده. فالامور فاش كتولي كتقلب على مولاها فكتولي الحياه الصراحه روتينيه والروتين كيقتل. شكرا لكم مجددا، الى ان القاكم دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله.